قتيلان في احتجاجات العراق، فهل تنجح التظاهرات بفرض مزيد من الإصلاحات حقنا للدم في الشارع العراقي؟ تظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية. اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قسرا إلى المنطقة الآمنة المزمعة. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. أفادت مصادر عراقية بسقوط قتيلين وإصابة العشرات بحالات اختناق خلال محاولة قوات الأمن تفريق الآلاف من المحتجين الذين حاولوا اقتحام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز وقامت بإبعاد المتظاهرين عن بوابة المنطقة الخضراء. دخل لبنان اليوم التاسع من التظاهرات في ظل إصرار المحتجين على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة الإنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين. وأفاد مراسلنا أن معظم الطرق الرئيسية مقطوعة من جانب المحتجين، وناشدت نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات الجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق لتأمين وصول المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق. قالت منظمة العفو الدولية أن تركيا ترسل قسراً لاجئين سوريين إلى منطقة سورية قرب الحدود، حيث تهدف إلى إقامة ما تسميه بمنطقة آمنة. وذكرت منظمة العفو في تقرير أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من جانب الشرطة التركية على توقيع وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة. أهلا بكم من جديد. قالت وسائل إعلام بريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين. وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكسيت. يبحث وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة مسلحي داعش الأجانب وبينهم 60 فرنسياً، ويخشى الأوروبيون من هروب المحتجزين من داعش في سجون أو مخيمات يحرسها الأكراد شمال شرق سوريا. في الختام تذكير بأهم العناوين. قتيلان في احتجاجات العراق، فهل تنجح التظاهرات بفرض مزيد من الإصلاحات حقنا للدم في الشارع العراقي؟ تظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية. اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قسرا إلى المنطقة الآمنة المزمعة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.